هذا يسأل عن إمام مسجد يصلي التراويح 4 ركعات والتهجد 4 ركعات، هذا حرم نفسه وحرم الجماعة اللي يصلون خلفه في هذا الشهر العظيم وهذه العشر. الواجب الاجتهاد في هذه العشر، زيادة التهجد والصلاة، أما أنه يقصر الصلاة إلى هالحد، يعني عدد الركعات إلى هالحد، هذا بخل، بخل على نفسه، وأيضا جنى على الجماعة اللي يصلون خلفه، حرمهم من التهجد، حرمهم من التراويح، حرمهم من الاجتهاد في هذه العشر الأواخر. نعم، فهذا في الحقيقة ما يصلح أن يكون إماما. الإمام يراعي مصالح المأمومين، ما يضيع عليهم الأجر، يضيع عليهم هذه الأيام، هذا ما يصلح إمام، هذا هذا يكون غاش لرعيته. فالواجب على الأئمة وفقهم الله، الواجب عليهم أن يجتهدوا في هذه العشر ويصلون مثل المسلمين في المساجد، يصلون التراويح تامة، يصلون التهجد تاما، علشان هذه الأيام ما هي دائمة، يعني أيام قليلة وتروح، فإن حفظتها واجتهدت فيها وجدتها عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا التلاعب أنه يصلي 4 بأول الليل و4 بتال الليل وباقي الليل وين يروح، باقي الليل وين يروح، حرمت نفسك وحرمت جماعك. نعم.